حصلت مريضة آسيوية تبلغ من العمر 27 عاما على أمل جديد في الحياة، حيث تمكن قسم الجراحة في مستشفى العين الذي تمتلكه وتقوم بتشغيله شركة أبوظبي للخدمات الصحية الصحة، قام باستئصال ورم يزن 5 كيلوغرامات. التفاصيل في حديث رئيس قسم الجراحة العامة في مستشفى العين الدكتور إياد حسن. وصلت إلينا من مستشفى من مستشفيات الدولة بسبب زوعة ولوعة ونزول الشهية والوزن وانتفاخ في البطن، والسبب في ذلك كان ورم حجمه حوالي 50 × 40 سنتي ووزنه 5 كيلو و800 جرام. الورم كان في منطقة صعبة جدا بين رأس البنكرياس والكبد، حيث تمر الأوعية الدموية الخطيرة إلى الكبد، وقمنا بالتشاور بين أطباء الباطنية الهضمية في مستشفى العين وأطباء الأشعة، وأجرينا بمستشفى العين في الجهاز السيتي سكان اللي هو الأشعة المقطعية المتطورة الحديثة، ثم ناقشنا العمل الجراحي مع الزملاء في مستشفى توام. قمنا بإجراء عملية جراحية معقدة لاستئصال هذا الورم اللي في النهاية ثبت أنه خارج من الكبد، من المنطقة السفلى إلى الكبد، ويمر عبر الأوردة والشرايين التي تغذي الكبد، وهذه منطقة حيوية وصعبة جدا، حيث أي خطأ جراحي هناك ممكن يؤدي إلى فشل كبدي وإلى وفاة المريض. وبعد ذلك تعافت المريضة الحمد لله رب العالمين بسرعة، واستطاعت أن تخرج من المستشفى بعد تقريبا 2 أسابيع وبشهية مفتوحة وتأكل عادي.